هذا الملف نتابعه مع ضيفينا من بغداد، دكتور عبد الرحمن المشهداني الأكاديمي والخبير الاقتصادي من بغداد، أيضا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد أستاذ رشيد السعدي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور المشهداني. سابقة ربما انفرد بها رئيس الوزراء الحالي إقرار موازنة ثلاثية حظيت بالثناء من قبل مختصين، مما يتأتى هذا الثناء والإطراء بتقديرك؟ وهل تعتقد أن الموازنة الثلاثية قد تقدم ضمان تمويل كافي للمشاريع، سيما المشاريع طويلة الأمد؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللأخ العزيز أستاذ رشيد ولكل المشاهدين الأكارم. طبعا أنا أيضا ميال إلى تنظيم الموازنة بأكثر من سنة، وكنت أطالب بذلك منذ عام 2014 عندما فشلت الحكومة في تمرير موازنة 2014، وكانت الحكومات دائما تخفق في عد ما يبدأ موسم الانتخابات. كل موسم انتخابات كان نجد صعوبة في إقرار الموازنة، فهذا واحد من المبررات. المبرر الثاني أنه دائما الموازنات يتأخر إقرارها 3 أو 4 أشهر، وتصدر التعليمات بعد شهر، فينتهي نصف عمر السنة وإحنا في طور مناقشة الموازنة وإقرارها وإصدار التعليمات، فلا يتبقى الوقت الكافي لإنجاح المشاريع وتمرير المشاريع. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الخطوة خطوة إيجابية بغض النظر عن السلبيات التي ممكن أن نؤشرها على ضخامة حجم الموازنة، صعوبة التمويل، لكن هذه تحسب للحكومة أنه نظمت موازنة بأكثر من سنة، معناتها أنه سيستمر الصرف في الجانب الاستثماري، لأنه جانب التشغيل الجزء المهم من الرواتب هو يمشي دائما مستمر بصرف 1/12 من السنة السابقة له. وفي عام 2013 عندما تأخر قرار الموازنة استمرينا بالصرف 1/12 من عام 21 وليس من عام 22. بالتالي أنا اللي يهمني إكمال الجزء الثاني المتبقي من النفقات التشغيلية، سيستمر الصرف، وكذلك الحال في الموازنة الاستثمارية، لأنه دائما الوقت غير كافي لتمويل المشاريع. مجرد أنه بعد أن تنتهي الشهر الخامس يبدأ الإعلان عن المشاريع وتبدأ المناقصات والعطاءات، صرنا بالشهر السابع وانتهت السنة المالية وإحنا ما بدينا بهذه المشاريع. هذا معناته أنه المشاريع الاستثمارية ستبقى مستمرة وسيبقى الصرف عليها. طبعا النقطة اللي ممكن نختلف عليها أنه هل المتغيرات في العام القادم هي مشابهة لهذا العام؟ أنا أعتقد أنه هنا السيد رئيس الوزراء وما ورد بالموازنة قطع الطريق على الآخرين المعترضين، أنه من السهل جدا إعادة النظر ببنود الموازنة وفقراتها، وخاصة سعر برميل النفط والكميات المنتجة وفقا لمتغيرات السوق العالمية. بالتالي أعتقد أنه الموافقة مبدئية على الموازنة لعام 24 و 25، لكن من السهل جدا تعديل كل الفقرات اللي موجودة بها وفقا لطبيعة الاقتصاد. أجدد التحية بكما ضيفينا الكريمين، وبسؤال آخر لك دكتور المشهداني، إذ ما أردنا أن نتحدث عن العجز الذي تعاني منه الموازنة، موازنة 2023 على وجه التحديد، ماذا لو فرضت وزارة المالية على وجه الخصوص ضرائب عالية لتغطية العجز الحاصل، كأن يكون رفع سعر البنزين، رفع سعر الكهرباء، أو رفع سعر الغاز حتى؟ هنا ما الذي على المواطن أن يفعله، أو ما الذي سيحصل؟ هو الحقيقة أنا أعتقد أن وزارة المالية أخطأت في تقدير حجم العجز ب 64 تريليون، لأنه إحنا ندرسها طلابنا في مرحلة البكالوريوس، أنه الأموال المدورة الفائضة من السنة السابقة تكون مصدر من مصادر الإيرادات. بالتالي أنا أعتقد أن 23 تريليون هو المدور من العام الماضي، الفوائض المتحققة في عام 22 هي تكون مصدر من مصادر الإيرادات وليس مصدر من مصادر تمويل العجز. بالتالي أنا أعتقد أنه العجز سينخفض إلى 41 تريليون، يضاف إلى ذلك أنه المتبقي من قانون الأمن الغذائي، الدعم الطارئ للأمن الغذائي حوالي 15 تريليون، هذا أيضا يخفض العجز. المتبقي هو العجز اللي يغطى من القروض الأجنبية والقروض المحلية، والقروض الأجنبية هي تعاقدات سابقة لتمويل مشاريع استثمارية هذه وفق ما قرر البرلمان. عموما أنا أيضا من خلال مطالعتي للموازنة وجدت أن هناك رسوم على البنزين، على الغاز، على النفط الأبيض. هذه الرسوم ربما ستكون على البنزين بحدود 50 دينار على اللتر. أنا أعتقد أنه ليس أمام المواطنين سوى التكيف مع الوضع الاقتصادي للدولة، طالما أنه يريدون التعيين
فالحكومة الآن عينت أكثر من 760 ألف شخص من المتعاقدين محاضرين مجانين الأوائل، وكذلك الحال يريدون إصلاح البطاقة التموينية عند ما بدأ توزيع السلة الغذائية والبدء بمشاريع استثمارية. فأنا أعتقد أنه أمام هذه الخدمات المقدمة ممكن أنه المواطن يتحمل جزء من هذه الضريبة. نعم. طيب أستاذ رشيد، بعد التحية، كيف تقيم إجراءات الحكومة العراقية لدعم الطبقات الهشة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق مع قدوم شهر رمضان المبارك؟ إجراءات عدة، بينها الاهتمام بمفردات الحصة التموينية، دعم المزارع العراقي، ومنع دخول البضائع المتوفرة في الداخل. شكرا استاذ احمد. مبدئيا رمضان مبارك عليك وعلى الزميل استمعاد وعلى الدكتور عبد الرحمن المشهداني اخونا وعزيزنا وصديقنا وعليكم واستاذنا وعلى الجمهور الكريم، رمضان مبارك عليك وكل عام وانتم بخير. انا اتفق مع الاستاذ الدكتور عبد الرحمن المشهداني فيما تفضل به من الموازنه، من ان الموازنه لسنه 23 ستكون ملزمه، و24 25 سوف لن تكون ملزمة، لأنه بالإمكان إجراء التعديلات عليها حسب المتغيرات في واقع الحال آنذاك. نعم. فيما يخص دعم الطبقات الهشة، احنا نعرف أنه البرنامج الوطني اللي قدمه السيد السوداني كان من ضمن أهدافه هو دعم الطبقات الهشة، مكافحة الفساد والطبقات الهشة، ظاهرة البطالة، القطاعات الاقتصادية، دعم القطاع الخاص، تحسين تطور الخدمات وهكذا. 23 محور جاء بها البرنامج الوطني اللي قدم السوداني. فأتوقع يعني وتقييمنا المرحلة الماضية يعني بدءا من مباشرة السيد السوداني وإلى الآن أنه خطوات جيدة تتوافق مع تنفيذ البرنامج ومتابعة مستمرة من قبله ومتابعة من قبل دوائر أيضا ذات العلاقة لتطبيق هذه الإصلاحات. مجمل الأمور نشوفها أنه تسير بشكل جيد في دعم الطبقات الهشة وفي الخطوات الاقتصادية اللي تخدم البلد، قطاع خاص وهاي ما يتبع. نعم. نعم سيد السعدي، وكل عام وحضرتك بخير. يعني يمكن حضرتك لم تذهب إلى السوق حتى تشعر بما يشعر به المواطن العراقي. يعني قبل قليل قدمنا تقرير بأن كيلو اللحم يساوي 20,000 دينار عراقي، كيلو طماطم 2,500 دينار عراقي، وهذه أسعار لا يمكن للكادح أن يستوعبها أصلا. حتى نضع آليات لتخفيض الأسعار خاصة ونحن في شهر رمضان مقبلون على موسم أعياد، لماذا لا يوجد في العراق أمن اقتصادي؟ هل لأنه يوجه أو يذهب نحو توجيه السياسات والاقتصادات نحو استراتيجية خاضعة للقانون أم لأمر آخر؟ نعم ست ميعاد، طبعا جناب تفضلتي، أنا ابن السوق وأنا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد وصاحب مشاريع زراعية وصاحب محلات يعني في وسط السوق. فيما يخص حاجة المواطن مواد زراعية والغذائية وكل المفاعلة تماس مباشر. الأسعار الآن ارتفعت لسببين. السبب الأول هو العرض والطلب. إحنا نعرف كل مناسبة كرمضان في حالة الأعياد والمناسبات الوطنية الدينية والوطنية الأخرى، محرم الحرام، رمضان، الأعياد، الحج وهكذا، تبدي الأسعار ترتفع نتيجة زيادة الطلب عليها. الآن أكو تزامن بعد ما تم العمل بالمنصة الإلكترونية التي فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي وضرورة اتباع وامتثال التاجر العراقي لهذه المنصة، والتي كاقتصاديين نحن نؤيدها تأييد شديد جدا بشرط أن تكون شفافة وفعالة. الآن اتأخر العمل بالمنصة، تجارنا الآن قدموا خصوصا تجار المواد الغذائية قدموا حوالاتهم ودفعوا المبالغ للبنوك، لكن للأسف للآن لم تصل هذه الحوالات إلى المستفيد الأخير وهو المجهز، مما أخر وصول البضاعة. وبعض الأحيان أكو بضاعة واصلة للميناء لكنه ليس بإمكان التاجر إخراجها على ضوء التعليمات والامتثال لهذه التعليمات. المطلوب الآن اليوم نحن عقدنا تجمع في غرفة تجارة بغداد حول هذا الموضوع، وطلبنا من البنك المركزي والذي سابقا عقدت غرفة تجارة بغداد مؤتمر مع الكادر المتقدم نائب محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في البنك المركزي في ورشة عمل وفي ندوات أخرى أيضا حضرها كبار التجار والمستوردين لتذليل العقبات ولشرح أبعاد الامتثال للمنصة.
لحقتها ايضا ندوه اخرى مع ايضا نظمتها غرفه تجاره بغداد في فندق الميريديان مع احد المصارف الاهليه، وكذلك اتحاد الغرف التجاريه نظم ايضا ندوه استمرت 3 ايام مع الكادر المتقدم في البنك المركزي والمصارف العراقيه الحكوميه والاهليه ومسجل الشركات والهيئه العامه للجمارك والضرائب والدوائر التابعه لها في سبيل تذليل العقبات، لكنه للاسف اليوم كانت وقفه احتجاجيه في غرفه تجاره بغداد، واتوقع ان شاء الله يوم الاحد ستكون وقفه احتجاجيه اخرى في اتحاد غرف التجاره للتجار المطالبه بالاسراع بتنفيذ الطلبات للحوالات المرسله من قبل التجار ورجال الاعمال فيما اذا وصلت هذه الحوالات الى مستفيديها الاخير ووصلت البضاعه واطلقت، بالتاكيد سيكون هنالك انخفاض الاسعار. انخفاض الاسعار لسببين، السبب الاول انه الدولار مقيم ب 1320 دينار، يعني خطوه جيده من الدوله ان تخفض سعر الدولار في سبيل خفض اسعار المنشاه. ايضا التاجر لما حتوصل له هذه البضاعه ويكون حيكون شبه اغراق بالسوق، لانه حوالات كثيره احنا طيب. اليوم مطلعين على كم هائل من المبالغ المرسله عبر البنوك كحوالات والتي لم تصل الى مستفيديها الاخرين، هذه فيما اذا وصلت ستصل البضاعه وبالتاكيد ستنعكس هذه البضاعه على زياده المعروض في السوق، وبالتالي سيكون السعر اقل، يعني ينعكس على السعر. طيب نعم. دكتور المشهداني، هل نعم هو العرض والطلب هو ما يتسبب بارتفاع الاسعار في الاسواق العراقيه، ام ان لتذبذب سعر الصرف والسوق الموازي سبب ابرز واكبر ربما في هذا التذبذب وارتفاع اسعار الاسواق والبضائع؟ ما الاجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنيه حيال هكذا مواسم؟ هو اتفق تماما معك انه السبب الاساسي والرئيسي اللي هو سعر الصرف، تذبذب سعر الصرف. لم يستطع البنك المركزي السيطره على سعر الصرف طيله الاشهر الثلاث الماضيه، وهذا ما خلق الفجوه بين السعرين. يعني انا الحقيقه ايضا اتبضع من السوق ولا اجد هناك شح في السلع، السلع موجوده وموجوده بكميات كبيره، لكن المشكله الارتفاع بالاسعار كبير. البائع الجمله يبيع السعر السلعه بالدولار ومقيمه على اساس الدولار، وتاجر المفرد يبيعها على اساس الدينار، لكن هو يشتري الدولار ب 1570 او 1560، والحقيقه ما يعرف على اي سعر يعني يحسب سلعته للمستهلك النهائي، ربما يحسب على 1650، اعلى من هذا الرقم اقل. فبالتالي السبب الاساسي هو ارتفاع سعر الصرف. الإجراءات المطلوبة من الحكومة، أنا أعتقد أن وزارة التجارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، لا يوجد طريق آخر سوى أن تدخل وزارة التجارة كتاجر مرجح وتسعى إلى توفير السلع الأساسية التي تهم حياة المواطنين، وبدأت بأربع سلع أساسية اللي هو الدقيق، الطحين، والدجاج، والبيض، والحليب، والآن فتحت منافذ تسويقية. هذه المنافذ التسويقية تضم يعني عشرات السلع، أنا الحقيقة شاهدتها أنه تضم مجموعة كبيرة من السلع وبأسعار مدعومة وأسعار مخفضة، وبذلك ممكن أن يكون هناك تأثير على أسعار السلع الأساسية اللي تهم المواطنين اللي هي الزيت، السكر، الرز، الشاي، البقوليات، هذه هي اللي تهم حياة المواطنين. أما السلع الأخرى لا تبقى على أساس سعر السوق، ولا توجد سيطرة من قبل الحكومة على الأسعار، ولا يمكن لها أن تحدد الأسعار لأن طبيعة النظام اختلف، وحتى قانون وزارة التجارة اختلف كثيرا لأنه أتيحت لي التوجه نحو اقتصاد السوق، وهذا اقتصاد السوق، العرض هو يخلق الطلب والطلب هو اللي يحدد السعر في السوق المحلية. نعم الأكاديمي والخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد أستاذ رشيد السعدي.